السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في محاضرة جديدة. إحنا كنا في المحاضرات اللي فاتت كنا اتكلمنا عن جهاز الإكس راي، وشفنا الاستخدامات الطبية بتاعته، وشفنا المكونات بتاعته، وكل مكون اتكلمنا عن وظيفته والمواصفات الخاصة بيه، وكمان اتكلمنا عن الأجهزة اللي قايمة على الإكس راي زي الموموجرام وغيرها. منين؟ من الأجهزة. إن شاء الله هننتقل لجهاز تاني قائم أيضا على الإكس راي، هو جهاز السي تي اللي هو الكمبيوتد توموجرافي. كمبيوتد إيه؟ توموجرافي. لما نيجي نتكلم على الكمبيوتد توموجرافي، تعالى نمسك كلمة توموجرافي الأول. يعني إيه كلمة توموجرافي؟ توموجرافي دي كلمة لاتينية، يعني كلمة مش إنجليزية حتى، لا ده كلمة لاتينية في اللغة اللاتينية القديمة. بتتقسم لكم مقطع؟ اتنين. أول حاجة حاجة اسمها تيمو. تيمو يعني شريحة أو مقطع، يقول لك أنا هصور مقطع أو شريحة من حاجة كبيرة، دي بمعنى كلمة تيمو. يبقى تيمو معناها شريحة أو إيه؟ أو مقطع. وجرافي تمام اللي هو التصوير أو الكتابة، يعني تصوير المقطع. يعني التوموجرافي على بعضها معناها تصوير المقطع، ولكن تصوير المقطع وإعادة بناء الصورة في الجهاز اللي عندنا بتاع النهاردة بيتم عن طريق الكمبيوتر، عشان كده بيسموها كمبيوتر توموجرافي، اللي هي التصوير، جهاز التصوير المقطعي باستخدام إيه؟ الكمبيوتر اللي موجود عندي. خلاص، لان الكمبيوتر هنا هو اللي بيقدر يعمل عمليه اعاده بناء للصوره، زي ما اتفقنا ان هو الصوره بتاعتي بنصور بروجكشن وبنحتاج اللي احنا نعمل لها ريكونستراكشن، وقلنا احسن طريقه نعمل لها الريكونستراكشن بتاعها عن طريق الفلتر باك بروجكشن تكنيك. تعال نتكلم على بقى البيزك برينسيبل بيهايند السي تي. ايه المبادئ الرئيسيه اللي بيقف عليها جهاز السي تي او التصوير المقطعي؟ بيقول لو انا عايز اصور تو دايمنشن ستراكشر اوف ان اوبجكت، لو انا عايز اصور ستراكشر هيكل ثنائي الابعاد لجسم، تمام؟ قال لك اعمل ايه؟ زي ما اتفقنا اللي احنا هنصور 1 دايمنشن بروجكشن، عدد كبير من ال 1 دايمنشن ايه؟ بروجكشن، والكلام ده كنا اتكلمنا عليه قبل كده، وقلنا اللي احنا كل بروجكشن هناخده عند زاويه ايه؟ مختلفه. يعني هناخد عند زاويه واحد واثنين وثلاثه، او نمشي بستيب معينه كل 10، واتفقنا كل ما كان عدد الزوايا او عدد البروجكشن اللي انا هاخدها عند زاويه مختلفه اكتر، كل ما كان الريزوليوشن بتاع الصوره اللي اعمل لها ريكونستراكشن يبقى ايه؟ يبقى اعلى. فبيقول عشان اعمل اطلع تو دايمنشن ستراكشر لاوبجكت ممكن نعمله ازاي؟ قال لك ممكن نعمل ريكونستراكتد، يعني اعاده بناء لسيريس اوف وان دايمنشن بروجكشن، يعني سلسله او مجموعه من الوان دايمنشن بروجكشن ايه الموجوده عندي، اللي هي مالها؟ التقطت فين؟ الديفرنت انجل، اللي انا التقطتها عند زوايا ايه؟ مختلفه. وقلنا بعد كده ده بيتبعه عمليه الريكونستراكشن، وقلنا اشهر طريقه اللي هي الفلترد باك ايه؟ بروجكشن. يبقى هنا يا جماعه كل اللي بيحصل عندي، اللي انا عندي جسم اهو مثلا عايز اصور الجسم ده اطلع صوره 2 دايمنشن ستراكشر زي ما موجود عندي هنا. قال لك ببساطه اللي انا بصور بروجكشن، باخد بروجكشن كتير جدا، كل بروجكشن عند زاويه ايه؟ مختلفه. باخدها ازاي؟ عن طريق الديتكتور، يعني الاكس راي هيعدي عند زاويه معينه اخد بروجكشن على الديتكتور هنا اللي بيسجل على الديتكتور، والاكس وهكذا عند زوايا مختلفه. وقلنا بعد كده كل ده بيحصل له فلتر باك بروجكشن ويطلع لي الصوره ايه؟ ثنائيه ايه؟ الابعاد زي ما انتوا ايه؟ شايفين قدامكم كده. طيب السي تي ما هو عباره عن معظم مكوناته شبيهه جدا بالاكس راي، لان المصدر المستخدم برضك هو الاكس راي. الاكس راي طيب، يبقى هنا في الحاله ديت هاجد برضك الاكس راي تيوب بكل مكوناتها. يعني في السي تي هاجد الاكس راي تيوب، شوف احنا اتكلمنا على الاكس راي تيوب بمكوناتها، واتكلمنا على الكاثود، واتكلمنا على الانود، وعلى الفتيله، وعلى الفوكسنج كاب، واتكلمنا عن كل حاجه. قال لك هتلاقي الاكس راي تيوب دايت برضك موجوده في الجهاز بتاع ايه؟ بالجهاز بتاع السي تي. يبقى هنا سيم زيها بالظبط اللي موجوده في الاكس راي، وبرضك بتطلع الاكس راي بيم بتاع البرودكشن بتاعها بنفس الميكانيزم اللي احنا اتكلمنا فيه، وبيحصل تفاعل مع التشو بتاع جسم الانسان بنفس الميكانيزمز اللي احنا اتكلمنا فيها، اللي احنا قلنا فيها عند اللو انرجي الفوتو الكتريك افكت، وعند الهاي انرجي اللي هو الكوموتن ايه؟ سكاتر. يبقى ده اول مكون عندي اهو اللي هو ايه؟ الاكس راي تيوب. طب ايه المكون الثاني؟ الديتكتور.
زي ما اتفقنا كده. اقصد دايما الديتكتور ده اللي بسجل عليه، ده الفيلم اللي انا بسجل، ده الكاميرا اللي انا بسجل ايه، بسجل عليه. قال لك الديتكتور اللي بيستخدم في السي تي دايما سوليد ستيت ديفايس. سوليد ستيت ايه ديفايس، ماله ده بقى؟ قال لك ده بياخد بعد ما الاكس راي يعدي بالمريض، تمام، بياخده بيحوله لضوء عن طريق حاجه اسمها السنتليتور الموجود عندي هنا. يبقى بياخده بيحوله لضوء عن طريق حاجه اسمها الايه، السنتليتور الموجود. وبعد كده زي ما اتفقنا الضوء ده بيتحول لجهد عن طريق الفوتو ايه، الفوتو دايت. طب ايه السنتليتور اللي موجود ديت؟ قال لك دي ماده مصنوعه من السيراميك، من السيراميك، بيكون عندها امتصاص عالي جدا للاكس راي، فبالتالي هتروح هتجمع اكبر كميه من الاكس راي، تمام، وتبعتها لمين؟ للفوتو دايود اللي هو هيحوله لايه، لجهد. وبعد كده الصوره تتحول لايه، صوره ديجيتال، صوره ايه، رقميه موجود عندي. يبقى عشان كده لما اتكلم على السنتليتور اهوت ده شكله اهوت، قال لك هو مصنوع من ماده الجادولونيوم سيراميك، تمام، ودي ماده من انواع السيراميك الموجوده عندي. يبقى اللي هو السنتليتور اللي موجود عندي ده مصنوع من ماده او داخل جواه ماده اسمها الجادولونيوم سيراميك. الماده دي مالها؟ عندها فيري افكتيف اكس ري ابزوربر، عندها حساسيه كبيره جدا وعندها تاثير كبير جدا اللي هي تمتص ايه، الاكس ري. وقلت بعد ما تمتصه كله وتبعته فين؟ هتبعته للفوتو دايت اللي هيحوله لايه؟ لفولتج. وقلت بعد كده الفولتج ده هيحول الصوره بتاعه الايه يا جماعه، بعد كده الصوره يتحول من تناظري لرقمي ويطلع عندي الديجيتال ايه، ايمج اللي موجود عندي. طيب ايه وضع الديتكتور بالنسبه للاكس راي؟ قال لك دايما الديتكتور والاكس راي فيس تو فيس، قصاد بعض، يعني بيلفوا مع بعض، يعني اتنين كده قصاد ايه، واحد موجود هنا والتاني موجود هنا، ده بيلف كده، ده هيلف معاه ايه، مع بعض، ماشي، بيلفوا موجودين قصاد بعض بالظبط. بيقول A bank of solid state detectors، الديتكتورز اللي موجوده في الجهاز الاكس راي is situated، موجوده opposite to the x-ray tube، يعني الديتكتور دايما قصاد الاكس راي ري تيوب، بحيث اللي هما بيلفوا مع بعض اخد زاويه، تمام، اقوم راح واخد البروجيكشن، بعد كده يتغير، غيرت الزاويه اخد بروجيكشن تاني، وهكذا اخد مجموعه البروجيكشن كلها عند الزوايا المختلفه، تمام، بعد كده بعمل ايه، الريكونستراكشن ايه اللي موجود عندي. يقول ذا اكس ري سورس والديتكتورز زي ما قلنا هما فيس تو فيس مع بعض، ار روتيتد ثرو وان كومبليت ايه، ريفوليوشن اراوند ذا بيشنت، بيلفوا الاثنين لفه كامله حوالين ايه، المريض، عشان اقدر اخد اكبر عدد من البروجيكشن عند زوايا ايه، مختلفه. هنروح بقى لحاجه اسمها الهيفي جانتري. الجانتري ده هو الهاوسنج اللي موجود في التجويف اللي موجود كامل في جهاز السي تي، وهو اهم جزء، لان هو اللي بيحتوي، بيكون جواه الاكس ري تيوب، وبيكون جواه الديتكتورز، وكتير جدا من ايه، من الاجهزه، خلاص. يبقى الاكس ري تيوب والديتكتور اللي هي الكاميرات الموجوده كلها مثبته داخل حاجه اسمها ايه، الجانتري الموجود عندي. يبقى هذا فيكسد تو اكس ري تيوب، متثبت في الاكس ري تيوب، ومتثبت في ايه، الديتكتور يونت، اند روتيت ات هاي سبيد، وبيلف عند سرعات ايه، عاليه جدا. طيب المكون الرابع عندي اللي هو الكالوريمتر، اللي هو المجمع، واحنا اعترفنا شفنا وظيفه الكالوريمتر الموجود عندي اللي هو ممكن يقلل الدوس الموجود عندي. في الاكس راي كان فيه واحد فقط، اما في السي تي عندي اتنين، ولاحظ بقى الفروق بين الجهازين. هنا عندي تو سيبريت كالوريمتر، واتنين منفصلين، قال لك والاتنين بيتحطوا امام المصدر بتاع الاكس راي، في مقدمه ايه، مصدر الاكس راي الموجود عندي. طب ايه وظيفه الاتنين؟ قال لك ببساطه الاولاني ده بيشتغل يعمل بيقلل البيم بتاعي في مجال العرض، في عرضه فقط، في الانجلر ويدث بتاعته، ما يكون بين من 40 ل 60 ايه ديجري. اما الثاني فبيقلل في الثيكنس، في السلايت ايه، ثيكنس. يبقى هنا وظيفه التو كيلوميتر، واحد فيهم بيشتغل على العرض، واحد بيشتغل على ايه، على الثيكنس. ده بيقلل في العرض وبنتحكم في العرض فيه، وده بنتحكم او بنقلل في القيمه بتاعه الثيكنس الموجوده عندي، اللي بالتالي هتحكم في السلايت ايه، ثيكنس الموجود اللي انا اقدر ايه اصور. يبقى كده يا جماعه كل ده بنتكلم على مكونات السي تي، عرفنا اللي فيه اكس ري تيوب اول حاجه، بعد كده رحنا اتكلمنا على الديتكتور، وبعد كده رحنا قلنا الجانتري الموجود عندي اللي هو بيشيل اول
الاثنين كومبوننت اللي فاتوا اللي هو الاكس راي تيوب والديتكتور، واتكلمنا على الكالوريمتر وعرفنا اللي هو فيه اثنين، واحد بيتحكم في العرض بتاع البيم والتاني بيتحكم في في الثيكنس سمك ايه السلايس الشريحه اللي انا ايه بصور. المكون الخامس عندي اللي هو الانتي سكاترنج، الشبكه المضاده للتشتت زي برضك في الاكس راي. خلاص بيقول هي زيها بالظبط، ولكن الفرق هنا ايه؟ ان هي انتجريتد مع الديتكتور، يعني الاثنين دمجناهم مع بعض. كان دايما في الاكس راي يقول لك ادي الانتي سكاترنج وبعدها ايه؟ الديتكتور، كانوا جزئين منفصلين، لا انا هخليهم قطعه واحده بنفس الترتيب، ادي الانتي سكاترنج وايه؟ والديتكتور مع بعض، يبقى ده عامل انتجريتد يعني ادمجها او عامل لها تكامل جواها، يعني دخلها ايه؟ دخلها جواها. بدل ما تبقى في حتتين بقى اصبحت حته ايه واحده الانتي سكاترنج وبعدها ايه الديتكتور ايه على طول. طيب ايه عندي برضك من المكونات؟ قال لك هاي باور كابل، كابلات الباور. طب دي انا اللي هي الكابل بتاع الكهرباء. قال لك ده عباره عن ايه؟ قال لك انا لازم مش في اكس ري تيوب، يبقى في لازم كهرباء هتخش تيار هيمر عشان يسخن ايه؟ يسخن الفتيله وتطلع الالكترونات ويطلع عند الاكس ري والميكانيزم اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. تمام؟ فقال لك ده عندي هاي باور كابلز، والكابلز ديت الكابلات ديت يوزد تو ديليفر باور تو اكس ري تيوب، بتوصل الكهرباء الباور بتاعي للاكس ري تيوب. في لارج بالر كابل، وده كابل الداتا، تسمع عن كابل الباور وكابل الداتا. كابل الباور ده بيوصل كهرباء، اما كابل الداتا ده بينقل ايه البيانات. دلوقتي انا دلوقتي قعدت اصور بروجكشن كتير وبعد كده طب عايز ابعتها للكمبيوتر، فانا قلت اسمه كمبيوتر التوموجرافي ليه؟ لان اللي بيعمل اعاده بناء للصوره هو مين؟ الكمبيوتر. طيب فبيقوم راح باعت بقى الكابل، يبعتها عن طريق كابلات ايه؟ الداتا. يقوم راح باعت البروجيكشن، فيحصل لها فلتر باك بروجيكشن ويطلع ايه؟ الصوره ايه؟ الموجوده عندي. يبقى رقم 7 ده خاص بكابل ايه؟ بالكابل بتاع الداتا الموجود عندي. يوزد تو ترانسفير الداتا، بيستخدم عشان انقل الداتا بتاعتي من السكانر للسنترال ايه؟ كمبيوتر ايه؟ اللي موجود عندي. طيب دلوقتي انتهينا دلوقتي من المكونات بتاعت السي تي، ومفيش حاجه غريبه او جديده، كلها قايمه على الاكس ري تيوب ومشابهه جدا بالاكس ري بجهاز الاكس ري، ولكن ببعض الاختلافات ايه البسيطه اللي احنا اتكلمنا فيها. طب عايزين بقى نروح نشوف ايه الانواع اللي كانت مستخدمه وتطور جهاز السي تي. قال لك اول حاجه هنتكلم عنها اللي هو السبيريال او الهيلكول سي تي اللي هو الحلزوني، اللي هو ايه الحلزوني. طب ايه سبب ظهور الحلزوني ده او الاكس راي اللي هو التصوير المقطعي الحلزوني؟ تمام، تعال نشوف بيقول ايه فيه. بيقول عشان اصور 3 دايمنشن ايمج، صوره ثلاثيه الابعاد لجسم معين او منطقه معينه في جسم الانسان، قال لك عندك تو واي، طريقتين. ايه الطريقتين؟ قال لك اول حاجه اللي انا اخلي دلوقتي الاكس راي تيوب بتاعي هتلف حوالين المريض. خلاص المريض محطوط على تيبل، التيبل ديت المفروض بتتحرك حركات بسيطه، فبيقول لك ايه اللي انا امرح محرك الترابيزه حركه وبعد كده اخلي الاكس ري تيوب تلف لف ايه كامله، وبعد كده امرح ايه خليها تتحرك حركه بعدها كمان واخليها تلف لف ايه كامله، وبعد كده امرح حركه كمان حركه، يعني امشي حاجه بطيئه جدا، يعني عشان اصور اكتر من سلايدز او اكتر من بروجكشن موجود عندي يبقى محتاج وقت طويل ايه جدا. فبيقول الطريقه البدائيه تمام، قال لك ان الاكس ري تيو سورس روتيت بتلف حوالين البيشنت حوالين المريض، وبعد كده البيشنت تيبل بتتحرك الكترونيا مسافه سمول ديستانس، مسافه ايه صغيره في اتجاه بتاع الراس ايه للقدم، وبعد كده الاكس ري سورس تو بي روتيتد باك تو اتس ستارتنج بوزيشن، يرجع يلف لفه ويرجع لموضع ايه البدايه بتاعته تاني، اند انذر سلايدز اكوايت، واصور سلايدز ايه تانيه. يبقى كل مره اقوم راح محرك المريض حركه بسيطه سمول ديستانس بالترابيزه بالتيبل، طب وبعدين وتخليه يلف لفه كامله لغايه ما يرجع الاكس ري تيوب يلف لفه كامله، وطبعا الديتكتور بتلف معاه لان الاثنين قصاد ايه؟ قصاد بعض، والاثنين محطوطين مثبتين كلهم في دايره واحده او تجويف واحد اللي هو الجانتري الموجود عندي. طيب فقال لك هنا بقى ديت بتحتاج ايه؟ عيبها قال لك كل شويه اقعد احرك في الترابيزه مسافه واخليه يلف مسافه صغيره ويخليه يلف، فطبعا هتاخد وقت ايه؟ وقت طويل جدا. فقال لك الديس ادفانتج بتاع الطريقه ديت، قال لك سلو بروسيس يعني عمليه بطيئه، سلو بروسيس يعني عمليه ايه؟ بطيئه.
طيب قال لك انا بقى الحل بتاع الموضوع ده، قال لك اللي انا اخلي ايه، انا اخلي الترابيزه تتحرك كونتينوس يعني مستمر، يعني مش ديسكريت متقطع زي في الحاله ديت، لا قال لك انا اخليها تتحرك كونتينوس، ولكن اخلي الاكس راي يبقى حلزوني هو ذات نفسه، يبقى سبيريال او ايه هيليكول، يعني اخلي الاشعه بتاعت الاكس راي على شكل ايه، على شكل حلزون. يبقى السوليوشن هو الحل بتاعي اللي انا اخلي التيبل كونتينوس موف كونتينوس موفينج، يعني تتحرك بحركه مستمره في الاتجاه اللي هو الافقي الموجود عندي، واخلي هنا الاكس ري بيم مسار الاكس بيم خلال او حول المريض يبقى على شكل ايه هيلكول، على شكل حلزوني، على شكل ايه يا جماعه حلزوني زي ما موضح في الشكل هنا. خلاص يبقى ده الشكل ايه الحلزوني اهوت، الترابيزه بتتحرك هو بياخد كل مره ده، هنا بياخد هنا سلايدز وهنا سلايدز وهنا سلايدز وهنا سلايدز، غير لما كانت يبقى ايه خط واحد بس واقعد احرك الترابيزه تيبل سمول ديستانس مسافه بسيطه واخد سلايدز وارجع تاني اخليه يلف لفه كامله واحرك الترابيزه وهكذا. فقال لك هو ده ايه الحل. يبقى يا جماعه في البدايه خالص اول نوع عندي من انواع السي تي تمام ده اللي هو الاسبيريال او الهيليكول اللي هو الحلزون. وقلت ده ظهر ليه؟ ظهر عشان يحل مشكله ان كان في الطريقه التقليديه او الطريقه البدائيه للتصوير المقطعي اللي انا بخلي المريض بيتحرك مسافات صغيره، التيبل بتاع اللي موجود عليها المريض بتتحرك سمول ديستانس، وكل مره اخلي الاكس ري تيوب تلف ايه حواليها لفه كامله، ويبقى خدت سلايدز واحده. طب وبعدين ارجع تاني احرك الترابيزه مسافه صغيره وهكذا، قلنا بتاخد ايه وقت. طب ايه الحل؟ قال لك خلي الترابيزه تتحرك كونتينوس بشكل مستمر تمام، بس خلي المسار بتاع الاكس ري سورس حوالين المريض يكون على شكل ايه، شكل حلزون. طيب هنروح بقى للنوع الثاني للاكس ري للاي سي تي. قبل ما نتكلم عن النوع الثاني هناخد برضك بعض التفاصيل على الحركه اللي بتتحركها التيبل. بيقول في الهيليكال في الهيل كول سكان في الفحص الحلزوني ده في حاجه اسمها البيتش. البيتش دي عباره عن ايه؟ قال لك نسبه بين الدي على الاس. الدي ديت هي التيبل في الحركه بتاعت التيبل ذات نفسها، على الاس ده الحجم بتاع الثيكنس بتاع الشريحه اللي انا عايز اصورها. يبقى في حاجه نخلي بالنا مهمه جدا فيها في التصوير الحلزوني او التصوير المقطعي الحلزوني، اللي لازم اخلي بالي من البيتش بتاعي اللي هي بي، اللي هي عباره عن المسافه بين الحركه اللي بتتحركها التيبل على الايه يا جماعه، على السلايد سيكنس اللي هو سمك الشريحه اللي انا عايز ايه عايز اصورها. تيبكلي مثاليا لو انت هتعمل فحص كامل او فحص مثالي، القيمه بتاعه البي دي بتتراوح بين 1 لكام لحد 2. النوع الثاني الموجود عندي اللي هو المالتي، خلي بالكم هنا مالتي هنا معناها ايه؟ متعدد. يقول لك الفحص الحلزوني المقطعي المتعدد، شوفوا بتلاقي كده الاسم كده ايه المتعدد ده، يعني اللي زاد عنها ايه؟ الفرق عن المره اللي فاتت كلمه مالتي متعدد. طب ايه اللي زاد على الجهاز عشان يخليه مالتي؟ قال لك في الحاله ديت عشان ازود كفاءه السي تي اللي فات اللي هو الحاله الاولانيه اللي هو الحلزوني ده، قال لك ان انا ممكن ازود عدد الديتكتورز الموجود عندي، بدل ما كان ديتكتورز واحد يبقى اخليه مالتي رو اري اوف ديتكتورز، شوفوا مالتيبل عدد كبير من الديتكتورز من الكاميرات تكون ايه موجوده. يبقى هنا عشان في المالتي كل اللي عمله اول حاجه ممكن ترفع كفاءه اللي هو الفحص الحلزوني اللي هو التصوير المقطعي الحلزوني، اللي انا ازود عدد الديتكتورز ايه الموجوده عندي، يبقى مالتيبل رو اري اوف ايه اوف ديتكتورز ايه اصبحت موجوده عندي. وبرضه ده يتطلب ان انا ازود التيبل بالروتيشن، حركه التيبل اللي عليها المريض تمام بيكون ايه لازم ايه نزودها. طبعا في المالتي سلايد سبيريال سي تي في اللي هو التصوير المقطعي الحلزوني متعدد المقاطع، بيقول فيري هاي ريزوليوشن ايمج. ليه؟ لان استخدمت اكتر منين؟ من ديتكتورز، واقدر اصور عدد اكبر من البروجيكشن، واقدر اعمل ريكونستراكشن. واتفقنا ان كل ما عدد زاد عدد البروجيكشن كل ما زاد الريزوليوشن بتاع الريكونستراكشن ايه ايمج اللي موجود عندي. طبعا بيتكلم تاني في الفصل ده على الفلتر باك بروجيكشن، واحنا اتكلمنا عنها في الفصل الاولاني
مفيش مانع اللي احنا نذكر بيها اللي احنا قلنا بناخد اكتر من بروجكشن موجود عندي، وقلنا البروجكشن ديت البيكسل اللي فيها ديت بتتجمع مع بعض، وقلنا بيتجمعوا ويطلع عندي ايه الاوبجكت الموجوده. واتفقنا كل ما عدد البروجكشن بتاعتي كان اكبر، كل ما كان عدد الريزوليوشن، كل ما كان الريزوليوشن بتاعه الصوره اللي حصل لها ريكونستراكشن اعاده بناء يكون ايه، يكون اكبر. بيتكلم هنا، احنا كنا اتكلمنا على الاتنويشن كوفيشنت في الاكس راي، قال لك برضك عايزين نشوف الاتنويشن كوفيشنت في السي تي عامل ازاي. قال لك السي تي ايمج، صوره السي تي اللي هو صوره التصوير المقطعي ما بتعرضش الماب بتاع التيشو اتنويشن كوفيشنت، تمام، ما بتعرضهاش زي الاكس راي، ولكن بتعرض ايه الماب بتاع حاجه اسمها السي تي نمبر. يبقى خلي بالكوا هنا، السي تي صوره السي تي ايمج ما بتعرضش التنويشن كوفيشنت بتاع التيشو زي الاكس راي، لا بتعرض حاجه ثانيه للتيشو اسمها السي تي نمبر اوف ذا تيشو. السي تي نمبر اوف ايه ذا تيشو، وده ممكن نعرفها بالمعادله الموجوده هنا عندي. بيقول ان السي تي نمبر بتاع التيشو بيساوي 1000 في الميو نود في الميو بتاع الميه على الميو بتاع ايه الميه، والميو نود دهيت ده عباره على اللي هو التنويشن ايه كوفيشنت الموجود عندي. يبقى هنا بدل ما يقول لك انا هعبر عنها بالميو على طول، لا هعبر عنها بالسي تي ايه نمبر، والسي تي نمبر بتعتمد على ايه، بتعتمد على الميو. بيقول السي تي نود از ذا سي تي نمبر، خلاص عرفنا ان دي السي تي نمبر، والوحده بتاعها خلي بالكوا بقى ده اللي هو هونز فيلد، تمام، والوحده بتاعها هونز ايه يا جماعه فيلد، يبقى وحده السي تي نمبر هونز ايه فيلد. والميو نود اتفقنا اللي هي اللينير اتنويشن ايه كوفيشنت بتاع التيشو في كل بيكسل موجود عندي، خلاص. يبقى هنا دي معلومه مهمه جدا ان في الاكس راي بعبر على طول مباشره بالاتنويشن ايه كوفيشنت بتاع التيشو. في السي تي الصوره بتاعتي بتعرض السي تي نمبر بتاع التيشو اللي هي برضك بتبقى قيمتها معتمده على ايه اللينير اتنويشن كوفيشنت بتاع ايه التيشو اللي موجود عندي. هنتكلم بقى على الراديشن دوس، والراديشن دوس هنا بتشتمل يعني الحديث عنها يعني بيشتمل سواء للاكس راي او السي تي للاثنين مع بعض. اول حاجه قال لك في هيئه اسمها الانترناشونال كوميتي فور راديشن بروتكشن، هيئه اسمها المجتمع الدولي للحمايه من الاشعاعات، تمام. قال لك عندي نوعين من انواع الراديشن موجودين عندي، حاجه اسمها ديترمينستك يعني حاجه محسوبه القيمه، وحاجه اسمها ستاتستيك يعني حاجه عشوائيه. يبقى الانترناشونال كوميتي فور راديشن بروتكشن اللي هي اختصارها اي سي ار بي قالت لك عندك نوعين من الراديشن اللي هو الديترمينستيك والستاتستيك. طب ايه الفرق بينهم؟ تعال نعرف الاثنين. قال لك في الديترمينستيك افكت ده الراديشن او الدوس اللي بياخدها المريض ممكن تاذيه ازاي؟ اذاها عامل ازاي؟ بيقول لك بتعمل دامج ليه؟ لبعض التشيو لدرجه ان التشيو دي تفقد ايه؟ تفقد الوظيفه اللي موجوده بسببها. يعني ربنا خلق كل نسيج في جسم الانسان ليه وظيفه معينه. لما النسيج ده او التشيو ده يتعرض لكميه دص عاليه هيفقد الوظيفه دي، ما يقدرش ايه ما يكونش عنده القدره اللي هو يؤدي الوظيفه اللي هو كان مخلوق ليها، وبالتالي تظهر اعراض ايه مرضيه. اما الاستاتستيك بقى بتظهر لما يكون في راديشن دص عاليه جدا لدرجه اللي هو بيقول لك بيعمل جينيتك يعني طفره جينيه، بيعمل طفره ايه جينيه، وده نتيجه ان الكروموسوم بيحصل له دامج، الكروموسوم الموجود في جسم الانسان بيحصل له دامج، وده بيتطور لانواع خطيره جدا منين من الكانسر. يبقى الفرق بين النوعين بتوع الراديشن او التاثير بتاع الراديشن، الفرق في ايه؟ في التاثير. قال لك في واحده فيهم بتخلي التشو تفقد الوظيفه بتاعها لوس اون تشو فانكشن، والثانيه ممكن تعمل ايه طفره جينيه وبسبب تغير وتغير في الكروموسومات اللي موجوده في جسم ايه الانسان، وممكن تتطور لنوع خطير منين من الكانسر. طيب الراديشن دوس ديت عشان نعرف او نعرف مدى تاثيرها بنشوف حاجه اسمها الابزورب دوس، يعني ايه الجرعه اللي امتصت، تمام، بواسطه جسم الانسان. هنرمز لها بالرمز دي. بيقول لك الابزورب دوس دي عباره عن ايه، بيعرفها هي عباره عن راديشن انرجي، عن طاقه اشعاعيه، تمام، ميجرت ان جول، طبقه الطاقه هنقيسها بايه بالجول، ابزوربد بير كيلو جول اوف تيشو. بيقول لك
عشان تعرف مقدار الجرعه الاشعاعيه اللي ممتصه جسم الانسان. هو شوف بقى بيقول لك بنعرفها الراديوشن انرجي اللي هي الطاقه الاشعاعيه التي امتصت بواسطه 1 كيلو جرام من الانسجه اللي موجوده في جسم ايه الانسان. يبقى ديت هي ايه يا جماعه؟ الدي اللي هو الازوبه ايه دوس الموجود عندي. طيب الوحده بتاعها ممكن نقول عليها بالجري او ممكن نقول 1 جول على كيلو جرام. يعني هنا الوحده بتاعه الدي اللي هي الازوبه دوس، والوحدات مهمه جدا لازم نعرفها، يكون اليونت بتاعها بالجريز او الجريز ديت بتساوي 1 كيلو جول على ايه 1 جول على الكيلو جرام. يعني ايه قيمه الراديشن انرجي تمام اللي هي الجول ديت اللي امتصت بواسطه 1 كيلو ايه كيلو جرام. طيب هنروح بعد كده للايكوفلنت دوس، الجرعه المساويه او الجرعه المساويه ليها اللي هي اتش اوف تي. وديت معادله مهمه جدا بنعرف من خلالها، بيقول الجرعه المساويه ديت بتساوي ايه يا جماعه؟ الدي اللي احنا لسه متكلمين عنها السلايد اللي فاتت، قلنا دي الاوبزربشن ايه دوس. قال لك بدلاله التي والار، التي ديت بتاع التشيو. طب وفي حاجه اسمها الدبليو اوف ار، الدبليو ده هو بيقول لك الويتنج بتاع الراديشن، الويتنج الراديشن ويتنج فاكتور. تمام؟ وبيكون دايما قيمته واحد للاكس ري والجاما ري، للاكس ري والجاما ايه؟ ري. طيب وزي ما اتفقنا الدي تي اوف ار ده المين اوبزربت دوس اون ذا تشيو، ده متوسط الجرعه الاشعاعيه اللي امتصت من خلال ايه التشيو الموجود عندي. يبقى هنا الايكوفلنت دوس ديت معادله مهمه جدا عشان اقدر اعرف مدى الاشعاع اللي دخل جسم الانسان او الطاقه الاشعاعيه اللي دخلت. قال لك هي السميشن مجموع، شوف هنا السميشن لكل الراديشن تمام، كل الراديشن ويتنج اللي دخل والايه مضروب في اللي امتص. يعني مش لازم كل اللي دخل يمتص، لا قال لك في ده الراديشن ويتنج فاكتور تمام، واللي قلنا بيه دايما بيبقى قيمته واحد للاكس راي او جاما راي مضروب في القيمه اللي ايه اللي امتصت بواسطه جسم ايه الانسان. طيب ايضا الوحده بتاع الايكوفلنت دوس عباره عن جول او على كيلو جرام او اللي هي سيلفرت او ملي ايه سيلفرت فور ايه رياليستيك ايه دوس. طبعا الانسان بياخد بالملي تمام، لان الحاجات دي مؤذيه ايه مؤذيه جدا. قال لك الدي ده هي الراديشن دوس ديت ممكن احطها في معادله، مش انا لسه معرف الاوبزوربت دوس اللي هي الدي، قلت اللي هي كميه الراديشن انرجي الطاقه الاشعاعيه اللي بتمتص بواسطه 1 كيلو جرام، 1 كيلو جرام ديت مش وزن. فقال لك انت انا عايز معادله تعبر عن الدي يكون جواها الوزن. قال لك الدهيت المعادله اهيت عباره بيساوي 1 على الام تي و1 على الوزن بتاع التشيو، الام اوف تي يعني الماس اوف ذا ايه ذا تشيو، وزن التشيو اللي امتصت الاشعه قد ايه مضروبه في الدي ايه في الدي ار. يبقى الام اوف تي هو عباره عن الماس ايه اوف ذا تشيو، والار الاماونت اوف ايه اوف راديشن. طيب اخر حاجه بنقولها هنا، بيقول ان في الولايات المتحده الامريكيه في قانون فيدرالي، يعني في القانون الاتحادي اللي هناك بيقول لك ايه، بيقول لك ان في السنه كلها المريض ما يزيدش عن 50 ملي سيرفرت ايه كراديشن دوس بيتعرض لها. قال لك اكتر من كده يبقى مضر بجسم ايه الانسان، ولكن ده في الولايات المتحده ايه الامريكيه. كده انتهينا من السي تي. اتمنى تكون الامور كلها واضحه، والقاكم على خير في المحاضره القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.